رمضان كريم، تحية لكم مشاهدينا عبر قناة أوغريت ومستمعينا عبر إذاعة أمواج اف ام، وين ما كنتوا عم تتابعونا بحلقة جديدة من برنامج أوغريت معكم. نحن موجودين اليوم بجبلة وتحديدا من حي جبيبات لحتى نكون أكثر مع الناس نعايد عليهم لون رمضان كريم. تابعونا بهيدي الحلقة. مرحبا، كيفك؟ رمضان كريم علينا وعليك يا رب. عرف بحضرتك زياد هرموش. سيد زياد، يعني بدنا نحكي شوي نحن عن أجواء رمضان بشكل عام، خبرنا عنها هلأ بهذه الأيام المباركة، كيف عم تقضوها؟ والله يعني أجواء كويسة، جو رمضان حلو، يعني مثل ما تعودنا، مثل ما دائما كنا نشوف، دائما أجواء حلوة، أجواء يعني مثل الأيام العادية، أجواء جميلة جدا، يعني أجواء رمضان. كيف كانت من قبل؟ فرقت كتير عن هلأ؟ والله تقريبا ما كتير، بس اللي فرق يعني هو شوي الأسعار، شوي الحركة خفت. يعني بالأول مثلا كنت تشتري لولد ولدين بأسعار أخف من هلأ، بقى هي الحركة شوي أثرت على السوق، يعني خفت شوي الحركة عن أول. بس تماما، العادات التقاليد هيدي القصص، العادات والتقاليد هذه هي من أيام أبونا، يعني وأيام نفس الشيء، يعني لا تغير، ما فرق شيء. لا أبدا لسه الجيران عند بعضهم بالوقت الأفطار، مثل ما هي وقت الأفطار والصحون نفس الشيء تماما، يعني لا زالت موجودة. يعني هي خلينا نقول شوي بنرجع على هيدي القصص اللي كانت من قبل، لساتها موجودة لهلا، لسه المحبة موجودة بين العالم، موجودة ولا بتتغير لا هلا ولا بعدين. قديش صار لك بهيدا المكان؟ شيء 15 سنة تقريبا. 15 سنة والجيران مع بعضهم كمان هيك، حتى هون بهيدا المكان لا تغيرت ولا شيء، يعني هذه هي. كم ولد عندك؟ عندي بنتين وجايتني الثالثة على الطريق. خلي لك يا هون يا رب. شو عمرهم أولادك؟ رب والله صف أول وأربع سنين وجايتني بنت الثالثة على الطريق. من الثالثة على الطريق، خلي لك يا هون يا رب. وأنا أقول لك رمضان كريم. نحن من المركز الإذاعي والتلفزيوني باللاذقية من قناة أوغريت وإذاعة أمواج أف أم، ونقدم لك من الهيثم ومعجنات لوتس هيدي التقديمة والهدية. رمضان كريم، شكرا لك. رمضان كريم علينا وعليكم يا رب. رمضان كريم علينا وعليكم يا عم. كيفك عم؟ أبو شو حضرتك؟ بدنا نقعد معك شوي إذا ما عندك مانع. أهلا وسهلا. أبو شو حضرتك؟ أبو حسن. عم أبو حسن، ينعاد عليك بالخير يا رب. الله ينعاد عليكم على الجميع يا رب. كيف أيام رمضان معك؟ الحمد لله مستورة. كيف عم تقضي هيدي الأيام؟ لحالك هون قاعد؟ أنا ومرتي وولادي، عندي صبي وبنت لله. خلي لك يا هون يا رب. وينه؟ عم يدرسوا؟ لا والله، ابني تطوع من أول الأحداث بالشرطة والحمد لله، وبنتي معي. خلي لك يا هون يا رب. خبرنا عن أيام رمضان هلأ، الأجواء كيف عم بتكون بهيدا المكان؟ والله لا عم روح لا عم بجي، ما بعرف شي شو عم بصير، بس الأحوال كويسة الحمد لله. جيران بيجوا لهم تجتمعوا؟ كل الجيران الحمد لله كلنا بنحب بعض، قعدوا مع بعض وقت الإفطار، زيارات هيك قصص هاي على طول. الجيران هون الحمد لله الحارة هاي مميزة عن كل العالم. شو بتتميز هيدي الحارة؟ كل شيء بالمحبة، يعني بيرموا حالهم هيك على بعض، إذا واحد مضايق فورا بيجوا عليه بيساعدوه. الحمد لله السوريين معروفين طول عمرهم يعني بالمحبة والهي. من قبل أيام رمضان خلينا نتذكر مع حضرتك شوي العادات والتقاليد. سلامتك. نحن بدنا نقول لك رمضان كريم من المركز الإذاعي والتلفزيوني باللاذقية من قناة أوغريت وإذاعة أمواج اف ام، ونقدم لك هذه التقديم من شركة أبو محمود الحبوب والبقول. الله يبارك فيكم، ينعاد عليكم بالخير والسلام يا رب. يعطيك العافية،
كيفك خالة؟ أهلا حبيبي أهلا. رمضان كريم. علينا وعليكم يا رب، ينعاد عليكم بالخير. نحن داخلين لعندك هيك نعايد عليك ونقول لك إن شاء الله يا رب ينعاد عليك بالخير يا رب. وعليكم يا رب. شو حضرتك؟ انفراس. حالي انفراس، يعني تفضلي استريحي ونحن كمان بدنا نقعد عندك شوي، ندردش معك شوي. قاعدي هون أحفادك؟ أي والله. ما شاء الله، كم واحد عندك؟ عندي 3 شباب. هاي ولاد 2 وواحد بلادي مساكي. وكلهم عندك هيك قاعدين عند بيت التيتا هلا؟ ايه بربيين عندي. ايه عند ابني الوسطاني. ايه بربيين عنده. خليلك يا هون يا رب. كيف عم تقضوا هالايام بشهر رمضان المبارك؟ الحمد لله رب العالمين، الحمد لله. مثله مثل اي يوم. مضاين والحمد لله. في شيء مميز بهيدا الشهر؟ كيف بتكون الاجواء بشكل عام؟ اجواء حلوه وتعودنا عليها والحمد لله. جيران مع بعض، عادات والتقاليد اللي كانت من قبل لساتها موجودة هلا؟ موجودة عند بعض العالم، يعني عالم هيك يعني منيحة. من قبل شو بتتذكري لنا شغلات مميزة كانت من قبل؟ الجيران يحبوا بعض، عملتي شيء نوزع لبعض، شو صار هون مثلا وجعك شيء، كل هاي هلا لا كل من بحاله. هالأيام الظروف اللي مشينا وصلنا عليها يعني غير. الحمد لله. منقول الحمد لله ومنقول رمضان كريم دائما بأيامه. نحن من المركز الإذاعي والتلفزيوني باللادقية من قناة أوغريت وإذاعة أمواج إف إم حابين نقدم لك هيدي التقدمة، وإن شاء الله يا رب ينعاد عليكم بالخير. عليكم يا رب خير والصحة يا رب. مرحبا. بلد. بدنا نحكي معك. مرحبا. هاي صغيري. شو اسمك؟ ليلى. ليلى شام، سميناها شام. خليلكم ياها يا رب. الله يسلمك يا رب ويحمي هالبلد. كيفك خالة؟ رمضان كريم. علينا وعليكم حبيبي. نعاد عليكي بالخير. نعاد عليكي حبيبي، الله يخليكي. نعاد عليكي بالخير. اهلا فيكم. اهلين. حضرتك رمضان كريم. كريم علينا وعليكم. اهلا وسهلا فيكم، كل عام وانتم بخير. وانت بألف خير يا رب. خالي خبرينا بشكل عام عن اجواء رمضان، شو بتتذكري منه؟ والله حبيبي شو بتذكر؟ رمضان كريم علينا وعليكم اولا. يعني نفيق مثلا ايام زمان كان يجي المسحر يسحر هالعالم، يدق بهالليل بهالطبلة يفيق هالعالم، يفيقوا على السحور. هلا اختلفت الايام كثير، اختلفت ما بقى سحراتي ما عاد شفناها، يمكن قليل كثير بحارات معينه يمكن. ولا حتى ما بقى في مسحراتي، لا خلاص على الاذان الواحد بيفيق بعير الساعه بعير الموبايل وهيك. وبيفيق على السحور، بس نحن بتبقى هيدي الذكريات ببالك خالي. ما في احلى من التفيق، يعني على الطبله عم بيحكيك يا كثير حلو. هيدي بتضل هيك متذكرتيها لهيدي القصص؟ بتضل متذكرتيها. شو كان يقول؟ يعني نحن بنسمع انه كان يقول انه دائما بيقولوا يا صايم وحد الدايم. ايه يا صايم وحد الدايم، فيق يا ابو محمود، فيق يا ابو محمد، قعد وحد ربك وهيك من هالحكي. والثقبة اللي كانت بين الجيران، نحن دائما نقول كان رمضان في هيدي اللمة، في هيدا الجو اللي له. ايه كان كثير مثلا مين ما انه نحن مثلا عملنا هالاكل الطيبة نبعث لجيراننا، جيراننا يبعثوا لنا. هلا لما بقى في كل شيء هي اختلفت. خفت هالقصة. خلفت. ايه والله اختلفت. هلا يمكن كمان في عندك انت شوية ذكريات، خلينا كمان نتذكر. بدي اقعد معك هون شوي ونحكي مع حضرتك كمان، يعني هيدي الذكريات خبرينا عنها، يعني كيف كانت كمان، شو بتتذكري منها؟ كنا نحن ايام الطفولة كنا نكون عم ندرس على السطح، يقدم الجامع قبل بشي نص ساعة، يقرأ قرآن بشكل يعني شي نص ساعة قرآن، بعدين يضرب الطب، ايام عند السلطان ابراهيم يضرب الطب، يصير الأذان نفوت نحط الفطور ونطي نسهر شي للساعة 3 من الإفطار لوقت السحور تضل هيدي السهرة. أيوه نسهر نتسحر وننام. أجواء هيدي السهرة خبرينا عنها، يمكن كانت بين الجيران بين الأهل مع بعض. إيه طبعاً نسهر على البرندات على البلكونات على الكورنيش على البحر كمان نروح. الحمد لله هلا ما بقى بتحسي إنه كله تغير بسبب الوضع المادي المعيشة وهيك. إيه والله هيك بقى.
حتى يمكن الطقس كمان كان شوي بيلعب دور الى حد دور. ايه كمان لا صار الاجواء يعني احسن، الصيام صار مقبول. طبعا ايام الصيف كان الله اكبر هالشوب والهي، كان يجي ايام الصيف كان يكون حر. هاي بدي احكي عن المسلسلات كمان وهي السهره. ايه ذكرينا فيها لهي المسرحيات السهرات اللي كانت تكون ونواصف و تذكرية لهلا. ايه طبعا بتذكرها. ايه نحن بدنا نقلكم ينعاد عليكم بالخير، يعني هيك تذكرنا معكم شوي هيدي الايام من زمان، وبدنا نقلكم ان شاء الله يا رب ينعاد عليكم بالخير. بنقدم لكم من المركز الاذاعي والتلفزيوني باللاذقيه من قناه اوغريت واذاعه امواج اف ام، وهيدي التقديم من معجنات اللوتس والمدينه البيضاء للشرقيات والبياضات. هيدي الهديه، تفضلي. رمضان كريم. لينا وعليكم كل عام وانتم بالف خير، ان شاء الله بينعاد علينا ولكم بخير والبركه. اهلا وسهلا فيكم وانتم بخير يا رب. الله لكم، نعاد عليكم بالخير. مرحبا، كيفك خالة؟ الله يسلمك. الحمد. رمضان كريم. وعلينا وعليكي، الله يوفقك. الله يسلمك يا رب. عارفين بحالك ام شو حضرتك؟ ام حسن. خالي ام حسن، انا اقعد عندك شوي ندردش نحن وياكي شوي بهيدي الاجواء الحلوه، اجواء رمضان. تفضلي، نعاد عليكي بالخير مره ثانيه. وعليكي يا رب. خبرينا عن اجواء رمضان بشكل عام، كيف عم تعيشوها لهيدي الايام؟ الحمد لله بخير، كل شيء متوفر وتمام تمام. كيف كانت من قبل هيدي الايام، ايام رمضان؟ فرقت عن هلا كثير؟ ايه قفي انه الا انه صار غلا بس. شو بتتذكري من قبل؟ شو كان يصير شغلات مميزه؟ انه العالم غير، وكان العالم كانت تحن على بعضها، يعني اذا حدا طابخ زياده يوزعوا، هلا يا دوب كل واحد على خده. لسه هيدي الاعداد مع الجيران، يعني هون هيدا البلكون يمكن تجتمعوا عليه الجيران كلياتكم، خبرينا عن هيدي الاوقات كيف بتقضوها؟ صباحا بيجوا الجيران بشربوا قهوه، بنتسلى، بنحكي شو بده يعمل الواحد. هيك الصبحيه العصرونيه، هيدي الاعداد لساتها موجوده ما هي؟ طبعا ما تغيرت. وهلا برمضان يمكن اجواء شوي بتكون مميزه اكثر. شو بتتذكري في شغلات يعني دائما نحن بنقول المشروبات الماكولات برمضان، في شغلات نحن بنشوفها بهيدا الوقت ما بنشوفها بباقي ايام السنه، هيدي الاكلات المميزه والمشروبات المميزه شو بتتذكري فرقت كثير عن قبل؟ ايه طبعا معروك، عرق السوس، التوت الشامي. ايه بقي عم هو، والكل عم يشتري والكل عم مبسوط بالرمضان وغير رمضان. اهلا وسهلا فيك. خلينا ياك يا رب، ينعاد عليك بالخير ورمضان كريم. نحن طبعا من المركز الاذاعي والتلفزيوني باللاذقيه من قناه اوغريت واذاعه امواج اف ام، حابين نقول لك رمضان كريم على طريقتنا، ونقدم لك من شركه ابو محمود الحبوب والبقول هيدي التقدمه. ينعاد عليك بالخير. ولليك يا رب، وعلى طول انا بتسمع هاي الاذاعه اللي ما تحكي عنها، بتحط امواج اف ام شكل. ايه الله يوفقك. قناه اوغريت نفس الشيء. ينعاد عليك بالخير رمضان كريم. وانت عليك يا رب. معكم ببرنامجنا، ولا رح نشوف هيدي الصغيرة الحلوة. مرحبا. أهلا. شو اسمك؟ ورد عيسى. ورد قدي عمرك؟ 5 سنين. عمر كله يا ورد. خبرينا ورد، شو عم تعملي انتي ورفقاتك، انتي واخواتك؟ بتلعبوا؟ مش بتلعبوا؟ لا. هلا الشمس حلوة والطقس حلو، شو بتعملوا؟ نلعب، ما بعرف شو يعني، نتسلى هيك شغل. مين سماكي ورد؟ البابا. بابا اسمك كتير حلو على فكرة، حبي؟ طيب ورد، بتعرفي تغني؟ ايه. شو حتغني لنا هلا؟ انا اسمي زيون. حافظتيا؟ ايه. يلا بدنا نسمع منك. انا اسمي زيون، عندي بالمدينة محل بيصحون، وستي من ضيعة كحلون، الله معك ع كحلون، هالسيارة مش عم تمشي، بدها حدا يدفش هدفش بيحكي.
لكو عن ورش التصليح وما عرفنا وين هي الورشة. مبارح شفناهم رايحين على قمر العشق طالعين ونحنا بمطرحنا واقفين وهالسيارة مش عم تمشي هالسيارة مش عم تمشي بدها حدا يطفي شهادة فشي بيحكوا عن ورشة تصليح وما عرفنا وين هي الورشة ويا أهل ميسرين ضلوا تذكروني كل ما حبوا اتنين ابقوا تذكروني لا تنسوا زيون لا تنسوا زيون لي ستة من كحلون. برافو يا ورد الحلوة، مين حفظك ياها لهيدي الأغنية؟ بالروضة. بالروضة حفظتيها؟ ايه. لأنك أنت كتير شطورة وغنيتي كتير حلو، بدنا نقول لك رمضان كريم وكل عام وأنت بألف خير ونقدم لك هيدي الهدية الحلوة يا ورد الحلوة من المركز الإذاعي والتلفزيوني باللاذقية قناة أوغرت وإذاعة أمواج اف ام من جفتي. رمضان كريم. يسلموا. لهون بنكون وصلنا معكم لختام حلقتنا لهيدا اليوم من برنامج أوغريت معكم مشاهدينا عبر قناة أوغريت ومستمعينا عبر إذاعة أمواج اف ام. رمضان كريم ولاقونا بكرة بنفس الموعد. إلى اللقاء.